قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أنه سيتم ترحيل نحو 15,000 مهاجر إفريقي من ليبيا، وذلك خلال الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ. وأضافت موغريني أن هناك 2000 مهاجر عادوا إلى ديارهم خلال الفترة القليلة الماضية، كما أعلنت تخصيص 100 مليون يورو إضافية للصندوق ائتمان من أجل إفريقيا لتمويل رحلات إعادتهم من ليبيا ولمساعدتهم على الاستقرار في ديارهم.